والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا اليوم تاسع من رمضان، وفي هذا الجو العائلي، وفي هذا اليوم المبارك وهو إقامة مسابقة وأقول ثقافية تربوية بين مؤسستين ابتدائيتين محترمتين، وعندنا وليدات، هذه الوليدات الذين رانا شاهدوا في العلامات، وهذا شيء جميل جدا. بنشوفوا ولادنا يتعلموا ما يخافوش، يتعلموا يهضروا، يتعلموا يجاوبوا، الاجابات كانت صحيحه تقريبا، وهذا يعني التلاميذ مشهورين. كذلك اللجنه المحايده، لجنه الاساتذه الكرام، كذلك مع متابعه الساده المفتشين اللي نشكرهم الحضور تاعهم، ونشكر كل مساهمه في القريب والبعيد إحياء هذا التنافس الشريف في هذا اليوم الكريم وهو التاسع من رمضان. واش حبيت نقول انا بطرق الولايه مع السيد الوالي حاضرين الاحتفال 19 مارس الذكرى 62 لهذا اليوم الذي اقر فيه الاستعمار بقوه الجزائريين والجزائريات، واكد بان الاستقلال لم يمنح لنا ولكن اخذناه بالقوه واخذناه بالكفاح واخذناه بالتضحيات الجسام لابائنا وامهاتنا اللي يرحم ربي يرحمهم ان شاء الله، اللي توفاو واللي راهم حيين ان شاء الله ربي يطول في اعمارهم. انا اليوم راني عندي ثاني لقاء، ثاني عندي خدمه، ولكن قلت ابيت الا ان احضر ولو خمس دقائق معكم. الحمد لله ربي وفقني من البارح بطل في باش نحضر معكم، باش اولا نشجع الوليدات هادو كلا الفريقين، ولادي انتوما ناجحين وانتوما ناجحين، ما كاين حتى مشكل. اليوم نجاح العلم مش نجاح ابتدائية العربي بن مهيدي او باجي مختار، لا والله ما انا في غنى عن ذلك، ترفع. اليوم هو نجاح العلم، هو نجاح هذه التلميذه اللي تطلع حنا قدام الناس تحكي بكل يعني شجاعه وتقول هذا ها هنا وها الجواب، هذا هو النجاح، مش نجاح ابتدائيه هذه وابتدائيه هذا ومن دونها ونديروا المستوى، هذا مش يعني مستوى من حق، بالعكس نرفعوا المستوى. انا درك راني لو كنا مشاركين درك في الاحتفالات 19 مارس، شكون اللي يحيا الاحتفالات؟ هم ابناء التربيه، هم الاولاد اللي كانوا من التربيه هم اللي يحياوا، الاخرين ما شاركوش بحاجه ما عدا التربيه. اغاني وحاضر من طرف استاذ الله يبارك فيه، يعني شرفنا من طرف يعني ابنائنا التلاميذ والتلميذات اللي شاركوا مسرحيات وانشودات وكذا، اغاني تكلم على اليوم عيد مصر، والله نتفتخر من شبر التربيه اللي قايمه من عبد الحمدان، حبل ولادي شكون اللي مشارك فيه هو التربيه، باش الناس تعرف بلي التربيه هي الصح، باش تعرف بلي التربيه هي الام، لازم نحترم التربيه، بصح عندما نحترم انفسنا حنا من نكونوا حنا بالمستوى نخلو الناس تحترمنا وتقدرنا، اما من نكونوا حنا نخمو يعني تخميم او تفكير من حق نقعدو دابزين مع بعضنا نقعدو نهضرو في بعضنا ونقعدو متقاربين بالله. انا لا انتمي لاي ابتدائيه، حنا ننتمو الى التربيه بيتها من الراس، وهذا اللي حابين يكون ان شاء الله عندنا، حابين النتائج تكون بيتها من الراس في القيام والبار في الامتحانات الرسمية، هذا اللي نتنافسوا عليه وهذا اللي نهضروا عليه وهذا اللي نحضروا له وهذا اللي أما اليوم هذو ولادنا وهذو ولادنا ما جبناهمش هذوك من بلاصة أخرى ولا من هذو مكان أخر، كل هذو وليداتنا فقط. راني قلت في الأول قلت مسابقة تربوية ثقافية، العلم فيها هو الناجح الأكبر. وليا انا الان نحيي اللجنه المسابقه ونقول لهم عندما يكون الاستاذ في استاذيته، عندما يكون الاستاذ في استاذيته ما تخافش، خاطر دار كلنا الجزائر، وكان يجيبوا لنا ذروه تلاميذ مثلا من اي دوله يسموه تلميذ ولا يسموه استاذ، نعطيه النقطه اللي يستحقها ولو كانوا عدوهم، ولكن مشكلة أنني يكون أستاذ بأستاذيتها واسع في العقل في التفكير، والله العظيم ما بعد أنا نشوف هذا الدراري اللي جاوب نعطي حقه نعلمهم الحق
نعلمهم باللي عندك حق في الدين، نعلمهم قد ما اجتهد قد ما ربي يوفقك، نعلمهم نحضر فيهم الامور واحده اخرى، نحضر فيهم المكتسبات، نحضر فيهم البيان التلاميذ، نحضر فيهم البكالوريا. هذو وليداتنا، بصح عليا كان احنا كنا في المستوى. نطلب من الجميع خاصه اللجنه المضطر اننا اللي تحقش علينا يديها، نعلموا باللي الاولاد باللي انت قد ما خدمت قد ما تدي. وهذه مجرد علامات فقط، هي قضيه ليفاليواسيون يعني تاع الصح وين التقويم. مين نعرفوا انا مين جاوبت هذه البنيه؟ انا حضرت الاجابه تاعها فرحت بزاف. تلميذه سانكياماني انت سانكياماني جاوب لك الفرونسي كيما راه لا بون برونسياسيون لا فورمولاسيون دو لا ريبونس يعني كيما نقولوا حنا. وكانت يلا حطوا معايا باش انا نقرا كي ولا نقرا حدا بوزي كانت بوزي ماشي من مرتبكه جاوبت جاوب مليح. هذا اللي نعلموه، رانا نبنوا في جيل يا جماعه، رانا نبنوا في جيل تاع غدوه، رانا نبنوا في جيل، مالاش نبنوا في تلاميذ يقعدوا دارسين وكذا، كلكم ناجحون. اما اذا كان قعدتوا على الامور الدار انا نقول لك صح ممكن عن جيل حبسوا هذه المسابقه ولا نديرها مسابقة يعني ماشي مسابقة ثقافية ولا تربوية، لما ندولها اسم. ذاك اليوم حضرت أنا في مسابقة في متوسطة عباس عبد الوهاب متوسطة أشبال الأمة. شكون اللي ربحوا؟ ربحوا أشبال الأمة. بصح واش ربحوا؟ ربحوا للزوج لأن هذوك ولادنا وذوك ولادنا. وفات بأريحية وكان مستوى عالي. حضرنا معاهم هنا شفنا واحد الإجابات كي دايرة تقريبا فرق بينهم شحال نقطة واحدة. نقطة واحدة، دوك هنا التقويم، كنجي نطوروا أساتذة من فضلكم، كنجي نطوروا نقطة، أسكو تقول بلي هذا ماهوش رابحين، ماهوش رابحين، نقطة فقط، دوك كلهم ناجحون، بالعكس هذه ممكن تكون محفز، أنا كنت باغي أستضيف من يربحوا أشبال الأمة، تكون محفز لأولادنا الآخرين تاع عباس عبد الوهاب أو المتوسط حبادي الكلاسة الثالثة أو المتوسطة الآخرين، باش العام الجاي يزيدوا يجتهدوا ويزيدوا يمدوا، والأساتذة هم اللي يربوا هاد الناس ويكونوا وراهم. كاش خلل ولا اختلال نعالجوه مع بعضنا. قالها وين كان الخلل؟ وانا حللت لك كاع النتائج تما. لقينا الخلل وين؟ لقينا الخلل في الرياضيات. للزوج المتوسطتين يعني كلتاهما كما يقولوا او كلتيهما، والله ما نعرف العربيه كي يقولوا كلتاهما او كلتيهما ولا كلاهما. المهم يعني باللي كان نجاح كبير. لقينا مشكل في الرياضيات. دروك معلم ومفتش نتاع الرياضيات. نحطوا المشكل. ونشوفوا واش داو الحل. هاكا نخدموا يعني بفكر راقي وفكر يعني مليح. الساده المفتش راهم حاضرين نشكرهم بالمناسبه راهم حاضرين. دوك نشوفوا وراء الخلل، دوك نشوفوا وراء الخلل يعني لكلا الابتدائيتين ونشوفوا باش العام الجاي ان شاء الله نديروا هكا يعني كمنهاج كخطوه يعني باش نخدموا عليها. يعني انا الفرونسي دوك راهم شوفوا الفرونسي داي 5-5 دوك رانا سي لا بون فوا Monsieur le professeur, donc on est bien. Est-ce que tout le monde est qui marque? Est-ce que les élèves qui marquent? Sincèrement. Avec toute sincérité, avec tout. C'est-à-dire il faut faire une étude, hein. Mais je pense que le niveau ici à Tamaras, c'est assez bien. Assez bien. جيت فرحان رمضان ما لقيت تعب وما بصح جيت فرحان خدت الكورة دخلت على فرازة أساتذة بالمأزر يدرسون طابلو عاملة فرحت فرح شديد تلاميذ كلهم موجودون لا غيابات المدير وابي ناس يعني كل شيء يعني أنا والله نقول لك حاجة واش الوحدة كانت طلع من وحدة أقل ربع ولا الوحدة مش عارف شحال والله الاساتذه واقفين التلاميذ واقفين الناس والله فرحت فرح شديد وهذا اللي مش موجود في تمرس لو كان ضروا في مدارس نلقوا ناس ماشي بلاصه في القرى والمدارس انا زرت كل القرى تقريبا كاع تاع الولايه لقينا الناس كل تخدم خدمتها مشكلة عندنا هنا في تمرس ان الناس نقول لكم حاجه وخاصه في رمضان انا اللي كان في رمضان نخدع حال الوليدات نقول لكم حاجه في رمضان ما نصومش وما نصليش خاطر اللي يخدع ربي ينجم يخدع هذه الوليدات هذه الوليدات راهم امانه على رقابنا قابله معلقين يعني معانا احنا
إذا ما احترمناهمش وما قريناهمش وما ديناش بيدهم وصلناهم إلى ما نصبوا إليه، يعني يقول لك حاجة سوف نحاسب يوم القيامة. هذه الوليدات راه محتاجيننا حنا وكلهم ولادنا. وإلا قلنا نفكروا بتفكير شوية تاع أستاذ اليوم الأساتذة كل الحمد لله راه عندهم لا ليسونس، يعني تقريبا راه عندهم مستوى عالي. دوكا ما نفكروش مليح ونعطوا يعني للناس الآخرين، نعلموا حنا الناس الآخرين باللي حنا شرفاء، باللي حنا أهل التربية، حنا صادقين مع ربي، صادقين مع المجتمع، صادقين كاع مع الناس، وسوف نغادر الحياة يوم من الأيام. فماذا نقول لربنا في قبورنا؟ لهذا أشكر الجميع، أشكر اللجنة الموقرة، يعني نقول لكم بارك الله فيكم، ربي يخلصكم إن شاء الله، نخدموا غير بشوية مع بعضنا، ما يهمنا إلا زيد بالأعمار بالشبابية والوضوح. نشكر الأستاذات والأساتذة اللي موجودين هنا، نشكر السادة المفتشين اللي راهم هنايا، هذا يدل على شيء، لما يدل باللي على باللي راهم يعني كنت نتمنى القاعة تكون عاملة، خاصة كاع الناس الحضر، ولكن أنا الله خالف والله عندي ارتباطات كبيرة، ما نجمش يعني جاء الوقت باش نمشي. نطلبكم يعني السماح ونقول لكم حاجه اخيره. وليداتي الحضور الكريم بكل باسمه ومقامه من تفرد عنا ربي وفقنا لما في خير هذه البلاد وما في خير العباد بمناسبه 19 مارس. والله الا شفت واحد الامور هذا شفت رجال تبكي، شفت رجال تبكي في القاعه مع السيد الوالد، شفت رجال يبكوا. علاه؟ لأن المسرحيات اللي قدمها وليداتنا والأنشودات اللي قدموها وليداتنا يهضروا على التضحيات، يهضروا على الشهداء، يعني الناس تبكي على واش؟ لأنهم تفكروا باللي الناس أدت الواجب، الشهداء والمجاهدين أدوا الواجب، إحنا واش أدينا لهذا الوطن؟ واش عطينا لهذا الوطن؟ بالله عليكم، واش عطينا لهذا الوطن؟ مسؤولية كبيرة، نحسوا بها جميعا، نحسوا بها، وإحنا التربية هي الصح. وانا الهدف تاعي، الهدف تاعي صراحه في طم الراس هو رجعوا القيمه نتاع الاستاذ، رجعوا قيمه المفتش، رجعوا قيمه التلميذ، رجعوا قيمه المدير. كل واحد يحظى يقول لك باللي انا راني حق مسؤول، وهذا استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه كلكم مسؤول وكل راعي مسؤولين عن مسؤول عن رعيته. احنا هذه الرعيه اللي ذاتها هنا السادة المفتشين والسادة المديرين والسادة الأساتذة، ماذا بيا يعني نعلموا هذا الجيل الشجاعة، نعلموه أنه يكون يدافع على هذا الوطن، يدافع على هذا الوطن، يحب الأساتذة تاعه، يحب أمه وأبواه، يحب هذا الوطن ويحب الجزائر. وعندما نحب الجزائر يعني ما خلو حتى واحد يقيسها، وهذا هذا هدف أسمى ويعني وغالي جدا. أما نعدنا عاد نخرب هنا وهذه باجي وهذه كذا، هذا غير بيدك. ما عندنا لا جمل ولا نار. احنا اليوم راه نجاح العلم ونجاح الوليدات، اللي نطلب منهم نقول لهم اللي بارك الله فيكم وليداتي، لا ابتدائية العربية بن مهيدي، بن عمي وكان عمي، بن عمي غير والله احتراما لهذا الاسم العظيم، هذا الاسم هذا اللي ماشيين يشنقوه هو يضحك، هذه كاع ما صراتش كاع في العالم هذه، هذا العربي بن مهيدي، احتراما لهذا الرجل، احتراما لهذا الرجل الذي كان مبتسما والعدو باغي اليوم الناس راه تخاف باش غير تقضى غير وجهها تقول لي سيغد وين نموت، هذا باغي يعدموه ولكن هو مبتسما. ثاني هو شهيد من شهداء الوطن هذا اللي قدموا يعني التضحيه الكبار هذا، علاه احنا مسميين مؤسسات باسم الشهداء واسم المجاهدين؟ علاه؟ باش هذا الجيل ياخذ العبره، باش هذا الجيل يتعلم من هؤلاء. والجزائر محتاجتنا جماعه، كل محتاجتنا جماعه، نطلعوا ماذا بيا المستوى. نشكركم بالحق، نتمنى لكم ان شاء الله رمضان كريم وعطنا ميمونه ان شاء الله، وان شاء الله عوده يعني ميمونه ان شاء الله كذلك، وعيد سعيد، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا للجميع، بارك الله.